اليوم نوقع على اتفاق اجتماعي جديد في إطار جولة الحوار الاجتماعي المؤسسة مع الحكومة، ونعتقد بأنه الأساسي في هذا الحوار الاجتماعي وفي التوقيع اليوم هو القضية المتعلقة بتحسين الدخل ديال الطبقة الشغيرة المغربية، زيادة 1000 درهم ستبتدئ من فاتح جويلي هذه السنة 500 درهم، و500 درهم في فاتح يناير 2025، تخفيض ضريبي اللي سيوصل لبعض الفئات حتى 400 درهم شهريا، وكذلك زيادة في الحد الأدنى للأجر 10% 5% 2025 5%، كذلك نلتزم داخل المركزات النقابية بالنقاب وبإخراج مشروع قانون الإضراب إلى حيز الوجود في هذه الدورة البرلمانية، وكذلك العمل على إصلاح أنظمة التقاعد في أفق تقديمها للبرلمان في دورة أكتوبر. نعتقد بأن هذا الاتفاق هو أولا ترسيخ للسلم الاجتماعي، وترسيخ وتكريس أيضا للحوار الاجتماعي الفعال والمنتج الذي طالما طالبنا به، وأعتقد بأن اليوم بدأنا في الخطوات الحقيقية دياله التي نصب من خلالها أولا إلى التنمية الاقتصادية الاجتماعية للبلد، ولكن أيضا إلى صيانة كرامة كل شغيلة المغربية بدعم القدرة الشرائية ديالها.